إذن مشاهدينا نروح للمشاعر المقدسة وتحديدا مشعر منى مع الزميلة مشاعل السعد اللي راح تنقل لنا الأجواء من هناك. مرة ثانية لك مشاعل. اهلا وسهلا مره ثانيه وعيدكم مبارك مره ثانيه كمان. خلونا بس نتكلم شويه بلغه الارقام يعني قليلا. اقليه الاكثريه او اقل الكثير اللي هم حجاج الصين يبلغ عددهم تقريبا اكثر من 10,000 حاج. اليوم نتعرف على حجاج من كمبوديا. كمبوديا عددهم هالسنه تقريبا اكثر من 1000، حدود 1050 1100. نتعرف على الحاجه فهيمه، أحد الحاجات الموجودات معنا. كيف حالك حاجة؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير. أولاً خبرينا كيف كان عيدك اليوم؟ وانت بخير. العيد ما شاء الله تبارك الله هنا في السعودية غير. نعم. أيوه. وفي كمبوديا يعني في أكيد في اختلاف بين كمبوديا والسعودية من ناحية الأول يوم الفطور، كيف يجتمع الأهل في الأهل كلهم يجتمعوا، ومن ناحية الفطور أول يوم كعبارة عن حلويات وإدامات. أما هنا في السعودية ما شاء الله كل أنواع الحلويات، يعني ما نحصي إيش أنواع الحلويات اللي عندكم. والحمد لله وجدنا السعادة والفرحة هنا في مكتب 73. ونشكر. طب هل في مثلا اكلات معينه، مثلا اطباق معروفين فيها تقدموها او في ثاني ايام العيد خلينا نقول؟ المميز هو الإدام اللحم. نعم. لانه ما انه عيد الاضحى فإدام اللحم ما شاء الله مع ايوه كل بيت مفتوح إدام اللحم. أوكي. ولكن تنوع في اختلاف يعني اسم الطبق. لو بغينا نتكلم اكثر، مثلا ايش الاطباق الحجازيه تحديدا اللي جربتيها في موسم هذا الحج؟ من ناحيه الموالح الحلو، خلينا نقول الموالح والحلو كمان. الموالح ما شاء الله يعني الادامات اللي في السعوديه هنا في المخيم، ادام اللحم والمرقه. اي صباح. أما الحلويات مثل المعمول والبقلاوة والكيك ما شاء الله. شكرا، كل عام وانت بخير. ونتعرف أيضا على أحد الحاجات الأخريات. تفضلي. مرحبا، نتعرف فيكي. جويرية. جويرية، خبرينا كيف كان عيدك اليوم، احتفالكم مع الحجاج اليوم؟ عندما أتينا إلى الخيمة رأينا استقبال المنظمين هنا، قدموا لنا الحلويات والأشياء اللي تقص العيد التي كنا نسمع عنها. فرأينا كل هذا، فسبحان الله يعني جميع الحجاج كانوا مبسوطين جدا، كانوا فرحين لدرجة أنهم لم يكون ما كان يعلمون أن تقص هنا في السعودية. نعم. استقبال العيد صباحا وهكذا، لكن الحمد لله جميع الحجاج كانوا مبسوطين. نعم. وما رأيك بالأجواء المطر اليوم؟ جانا مطر ما شاء الله، إيش رأيك في المطر والأجواء هذه الحلوة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أمطار كانت خير وبركة، اللهم صيبا نافعا يا رب. شكرا لك، تسلمي. وأيضا ناخذ نتعرف على أحد الحاج. نعم تفضل. نعم. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. أخبرنا، عرفنا بنفسك حضرتك. أنا زكريا سليمان، كمبوديا. زكريا، خبرنا كيف هي عادات العيد عندكم في كمبوديا؟ خصوصا تختلف أتوقع احترامات النساء عن تلك للرجال، صحيح؟ أيوة. نعم أخبرنا أكثر. يعني حركة العربية ما كانت تعال هنا في تمام. شكرا لك. نعم، كل عام وانت انف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة بالعيد، كيف العيد معكم؟ الحمد لله عيد معنا تماما، فالحمد لله نشكر المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سفارة المملكة العربية السعودية في حانوي الذي يقوم بالتسهيل يعني إجراءات التأشيرة للحج أو حجاج كمبودي في هذه السنة، فكذلك المكتب 73 على استقبالهم حسن استقبال من مطار إلى مكة، ثم من مكة إلى مشاعر، يعني من الميناء إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. إذن هذه بعض الآراء الحجاج من كمبوديا.
طيب يعطيك العافية مشاعل، وعذريني تغريد، بس أنا صراحة يعني أغبطك على وجودك في هذا المكان، لأنه أنت قاعدة تعايشي فرحة ومشاعر مختلفة جدا. المشاعر المقدسة والحجيج صح والحلو يعيشون. إيه؟ نعم يعطيك ألف عافية. وكمان الحلو أنه الواحد بيعايش ثقافات مختلفة كمان. فعلا فعلا تغطية مميزة قدمتيها لنا طبعا من مشعر منى، يعطيك ألف عافية زميلتنا مشاعر السعد.